الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي طلاب الصف الخامس، أهلاً ومرحباً بكم في الجزء الأول من درس المحافظة على الممتلكات العامة، مجال الآداب والأخلاق الإسلامية. أبنائي الطلاب، في بداية الدرس ندعو الله أن يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نستودعك ما سنقرأه وما سنتناقش ونتحاور فيه أمانة ووديعة عندك، فرده لنا عند حاجتنا إليه، إنك نعم المولى ونعم النصير. أبنائي الطلاب، برأيكم ماذا تتوقعون من أهداف لدرسنا اليوم؟ أحسنتم، بالفعل يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادراً على أن أولاً يعرف المقصود بالممتلكات العامة، وثانياً يستنتج أهمية المحافظة على الممتلكات العامة. فهيا بنا نتعاون ونشارك ونركز جيداً لنحقق هذه الأهداف. هل أنتم مستعدون؟ أحسنتم، إذن هيا بنا. والآن أبنائي الطلاب، قوموا بإيقاف الفيديو وفتح كتاب التربية الإسلامية صفحة 138، واقرأوا التهيئة الواردة ولا تتعجلوا أثناء القراءة، واجتهدوا أن تقرأوا بطريقة سليمة، واستعدوا للإجابة عن السؤال التالي: هل انتهيتم من القراءة؟ أحسنتم، إذن برأيكم ماذا نرى بالصورة المعروضة أمامكم؟ من يجيب؟ تفضل. أحسنت، إجابة صحيحة، حديقة عامة. ما رأيكم بما فعله خالد؟ تفضل. أحسنت، فعل خاطئ، لأن الأزهار جعلت للزينة وحتى يتمتع برؤيتها زوار الحديقة. من يرد على خالد وينصحه؟ ولكن فكروا جيداً واجتهدوا أن تجيبوا بطريقة صحيحة. أحسنتم، بارك الله فيكم، إجابة صحيحة. نرد على خالد ونقول له: الحديقة ملك للجميع، ولا يحق لك إلا التمتع بالمناظر الجميلة، وننصحه بالمحافظة على ممتلكات الوطن. أحسنتم أبنائي الطلاب، وبارك الله فيكم. عزيزي الطالب، اعلم أن المحافظة على الممتلكات العامة من أهم الواجبات التي تجب على المسلم تجاه وطنه، فهيا بنا نتعرف على مفهوم الممتلكات العامة من خلال ترتيب الجمل التالية. من منكم يبدأ الترتيب؟ ما شاء الله، كلكم تريدون؟ أحسنتم، تفضل، ولكن في خلال 10 ثوان. أحسنت، ما شاء الله، رائع جدا، دمت متميزا، ترتيبك صحيح. الممتلكات العامة هي جميع الأماكن الخدمية التي تقدمها الدولة من أجل المصلحة العامة، ويشترك بالانتفاع بها جميع الناس. أبنائي الطلاب، رددوا خلفي حتى نحفظ التعريف.
الممتلكات العامة هي جميع الأماكن الخدمية التي تقدمها الدولة من أجل المصلحة العامة ويشترك بالانتفاع بها جميع الناس. نكرر مرة ثانية ولكن بصوت مرتفع. الممتلكات العامة، أحسنتم، هي جميع الأماكن الخدمية التي تقدمها الدولة من أجل المصلحة العامة ويشترك بالانتفاع بها جميع الناس. أحبائي الطلاب، من منكم يسمع التعريف من حفظه؟ تفضل. أحسنت، رائع جدا، تسميعك وحفظك جيد. والآن أبنائي الطلاب، من يذكر مثالا للممتلكات العامة في دولتنا الحبيبة قطر؟ تفضل. أحسنت، رائع جدا، من الممتلكات العامة التي يجب الحفاظ عليها المساجد. من يذكر مثالا آخر؟ تفضل. أحسنت، ممتاز، المدارس. من يذكر مثالا آخر؟ فكروا جيدا. أحسنت، دمت متميزا، الطرق. من يذكر مثالا آخر للممتلكات العامة؟ تفضل، رائع جدا، الحدائق. دمتم متميزين أبنائي الطلاب. والآن أبنائي الطلاب، هيا بنا نلخص ما تعلمناه فنشارك ونقول أن الممتلكات العامة هي جميع الأماكن الخدمية التي تقدمها الدولة من أجل المصلحة العامة ويشترك بالانتفاع بها جميع الناس، مثل المساجد، المدارس، الطرق، الحدائق، المستشفيات، الملاعب. أحسنتم أبنائي الطلاب. أبنائي الطلاب، هيا بنا نصنف ونحدد الممتلكات العامة والخاصة من خلال الجدول التالي. برأيكم، المدارس الحكومية ممتلكات عامة أم خاصة؟ من يجيب؟ تفضل. أحسنت، المدارس الحكومية ممتلكات عامة. سيارة والدك ممتلكات عامة أم خاصة؟ أحسنت، ممتلكات خاصة. البيوت والعقارات، برأيكم، ممتلكات عامة أم خاصة؟ من يجيب؟ تفضل، رائع جدا، ممتلكات خاصة. أحسنتم جميعا وبارك الله فيكم أبنائي الطلاب. والآن عزيزي الطالب، قم بإيقاف الفيديو وفتح كتاب التربية الإسلامية صفحة 140 واقرأ الفقرة المتعلقة بأهمية المحافظة على الممتلكات العامة، ولا تتعجل أثناء القراءة، واجتهد أن تقرأ بطريقة سليمة واستنتج منها أهمية المحافظة على الممتلكات العامة. هل انتهيتم؟ أحسنتم أبنائي الطلاب. أبنائي الطلاب، اعلموا أن المحافظة على الممتلكات العامة واجب شرعي ووطني على الجميع تجاه الوطن. وهنا نؤكد على القيمة التربوية لدرس اليوم، وهي الحفاظ على الممتلكات العامة ونصح وتوجيه كل من نعرفه للمحافظة عليها.
والآن أبناء الطلاب، برأيكم من المسؤول عن بناء الممتلكات العامة؟ فكروا جيداً. أحسنتم، مؤسسات الدولة. كيف تكون الحياة بدون طرق أو مدارس أو مستشفيات أو حدائق أو غير ذلك؟ من يجيب؟ تفضل، ولكن فكر جيداً وقدر الأمر قبل أن تجيب. أحسنت، تكون الحياة صعبة. من يوافق على رأي زميله يرفع يديه. ما شاء الله، كلنا موافقون. إذن هل يجب الحفاظ على الممتلكات العامة؟ نعم، أحسنتم، المحافظة على الممتلكات العامة واجب شرعي ووطني. والآن أبناء الطلاب، هيا بنا نقيم أنفسنا فيما تعلمناه اليوم من خلال الأسئلة الآتية. سأقرأ أمامكم السؤال وأنتم تضعون الإجابة. السؤال الأول: ما المقصود بالممتلكات العامة؟ من يجيب؟ أحسنتم، الممتلكات العامة هي جميع الأماكن الخدمية التي تقدمها الدولة من أجل المصلحة العامة، ويشترك بالانتفاع بها جميع الناس. السؤال الثاني: أذكر مثالين للممتلكات العامة. من يجيب؟ تفضل، ولكن لا تتسرع أثناء الإجابة. أحسنت، من الأمثلة على الممتلكات العامة الحدائق العامة والمدارس. دمتم متميزين أبناء الطلاب. وختاما أبناء الطلاب، اعلموا أن مذاكرتكم لدروسكم أولا بأول، وقيامكم بحل الواجبات وإبداء الرأي في المناقشات المرفقة، سبب من أسباب التميز والتفوق، فاحرصوا على ذلك. إلى اللقاء مع الجزء الثاني من الدرس، أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.